باشا زيه. الأمر يتعلق بالسيوسف وقاع. السيوسف وقاع هو من مواليد 66 بين فاس، إجازة في القانون، دبلوم معهد ملكي للإدارة التراثية، تاريخ الدخول إلى الإدارة 92، المهام المزاولة من قبل قائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بعملة إنزقان، قائد ملحق بالكتابة العامة بعملة مقاطعة بالمسيك بالدار البيضاء، قائد رئيس الملحقة الإدارية 58 المنصور بنفس العملة، 2006-2011 رئيس دائرة ووزارة إقليم أزيلاد، 2011-2014 رئيس دائرة أنجرة بإقليم الفحص أنجرة، إلى أن عين باشا مدينة زايدو. نتمنى له كامل التوفيق في مهامه الجديدة. سي محمد بوغي. مزداد كذلك في تاريخ زيادة 59، ممتاز بنشكر بإقليم الناظور، بكالوريا علوم اقتصادية، شهادة دروس الجامعية في الاقتصاد دوك، الإجازة في الشريعة، تاريخ الدخول إلى الإدارة 1984، المهام المزاولة من قبل مراقب الأسعار بدائرة إنزقان بعملة أكادير سابقا، خليفة قائد رئيس ملحقة المزار بإيت مدلول عملة إنزقان إيت مدلول، خليفة قائد رئيس ملحقة ولاد دحو عملة إنزقان إيت مدلول، خليفة قائد رئيس ملحقة أزرو عملة إنزقان إيت مدلول، وقائد قيادة سي دي بي بي بإقليم شوكا إيت بها، وهو المنصب الذي لا يشغله إلا تقرر تيمه على رأس قيادة دولة ستوت. نتمنى له كامل التوفيق في مهامه الجديدة.